تعافت زوجة الدكتور فارس الحجري من حادث كسر العظام بواسطة الهكوابثي من دون تدخل جراحي وأدوية. تقرير رقم 1 في المستشفى. إشارة إلى هذه المريضة السيدة جلوريا البالغة من العمر 62 سنة، سقطت على الأرض في منطقة الوصول في مطار مسقط. حسب وصف زوجها كان غير متوقع، حيث انزلقت فجأة على مرفقها الأيسر. في التقييم الأول كانت جميع وظائفها الحيوية ضمن نطاقها الطبيعي، وكانت تتعاون ومتوجهة. لم تظهر لديها أي مشاكل صحية، تم نقلها إلى عيادة المطار للحصول على مزيد من الرعاية. خلال الفحص لم تستطع رفع مرفقها الأيسر، أحيل لحالتكم لإجراء فحص الأشعة السينية والرأي العظمي. تقرير المستشفى 2، بعد نتيجة الأشعة السينية كسر شعاعي في الرأس في ذراعها اليسرى بعد سقوطها على الأرض. تقرير المستشفى 3، الأشعة السينية كسر الرأس الشعاعي النازح نوع ميسون الثالث. تم شرح تدخل جراحي للمريضة وعائلتها، فهم ليسوا على استعداد لذلك في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى وقت للتفكير، حتى أنهم لا يوافقون على الكرة البطيئة، وهو الموقف الذي يتسبب فيه إجراء أو حدث واحد في العديد من الإجراءات أو الأحداث المماثلة الأخرى. تم شرح المضاعفات المحتملة لهم. لقد فهموا خطة التوقيع على المضي قدما ضد المشورة الطبية وسوف يفكرون فيها. قرر فارس الحجري وزوجته جلوريا وابنهما الأكبر قيس بالإجماع إخراج جلوريا من المستشفى بسبب الآثار الجانبية المحتملة التي قد تنتج بعد الجراحة، كما رفضوا أيضا إجراء الجبس على المريض لمدة 24 ساعة، لأن ذلك سيمنع إجراء العلاج التقويمي الهكوابثي. وقعوا على المضي قدما ضد المشورة الطبية وغادروا المستشفى. العلاج التقويمي الهكوابثي مزيج من تداخلين، العلاج بالطب التقويمي والطب الهكوابثي. عملية العلاج الهكوابثي. اليوم الأول من عملية العلاج الهكوابثي تم تنفيذ الأساليب الصحية والعلاجية التالية لدى المريض على النحو التالي. أولاً، العلاج بكمادات الهكوابثي: منشفة مغمورة في الماء الساخن من الهكوة لغرس الوقود الطبيعية في الجسم، والتي يطلق عليها العناصر الأربعة الأساسية للحياة، وهي الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة لدى العظام من خلال مسامات الجلد. ثانياً، برنامج تناول الهكوى للحالات العاجلة: تناول كوب نصف لتر من الهكوى كل 30 دقيقة لمدة ساعتين. ثالثا، برنامج التربيط بالهكوى: القيام بعصر المنشفة المبللة بلطف على الجسم في هكوى ماء ساخن، والتركيز على منطقة العظام المكسورة. رابعا، برنامج التحني بالهكوى: مرونة ديناميكية للعظام والمفاصل لسهولة الحركة والانحناء، مع التركيز على المنطقة المصابة من خلال تطبيق العلاج بكمادات الهكوابثي. بعد عملية تنشيط الأستيوباثي الهكوابثي الأولي، شعرت المريضة بارتياح طفيف من الألم الشديد، وشعرت كأنها تعرضت للتخدير وفقدان الإحساس. تم إجراء علاج الأستيوباثي الهكوابثي اليدوي مرتين يوميا على المريض. مخاوف أخت المريضة، ممرضة في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية: أختي العزيزة، أنا آسفة ولكن لا أستطيع الصمت بشأن حالتك. ماذا حدث لمعرفتك التمريضية؟ ما حدث لك ليس نزلات برد وسعال وحمى بسيطة، هذا كسر في العظام أو الكسر نتحدث عنه. في حياتنا اليومية كل شيء مكسور يحتاج إلى إصلاح، وإلا فإلا نتمكن من استخدامه بعد الآن. أنا حزينة حقا لما حدث لك. أنا آسفة ولكن الماء الساخن أو الكمادات لن تشفي الكسر، هذا أمر لا يمكن تصوره. المعاناة من الألم، من فضلك دع الطبيب يقوم بالعلاج ويعتني بهذا، أتوسل إليك. ماذا لو كنت بحاجة إلى علاج يهدد حياتك؟
هل الماء الساخن سينقذك؟ هل سيعالج الماء الساخن الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية؟ أعرف كيف أشعر بالتواء الكاحل لأنني أصبت به، وهو نفس الحال لديك فكاحلك مكسور. ألم تفكري من الممكن أن يتسبب لك عدوى أو جلطة؟ كيف تعالج ذلك؟ الماء الساخن؟ اليوم الخامس من عملية التنشيط. اليوم التاسع من عملية التنشيط. اليوم الثاني عشر من عملية التنشيط. اليوم الرابع والعشرون، تقرير المستشفى. نتائج الفحص بعد الأشعة السينية: لا يوجد مضض، ألم في منطقة الإصابة على الكوع، كان ثني الكوع طبيعيا، كان تمديد الكوع طبيعيا تقريبا، الدورة أو الإمساك لليد أو القدم أو الطرف بحيث يكون راحة اليد أو النعل متجها لأعلى أو للخارج للكوع الأيسر، الغثيان والقيء كان طبيعيا. الخطط والنصائح: ننصح المريضة بالذهاب إلى المركز الصحي المحلي ليتم إحالتها إلى جراح العظام في العيادة إذا قررت إجراء العملية، وقد تعافت المريضة تماما دون تدخلات جراحية أو دوائية من المستشفى. التدخل الجراحي لحالات العلاج الدوائي التقليدي، العلاج الغربي، الاختزال المفتوح مع التثبيت الداخلي لعلاج كسر الرأس الشعاعي، النوع الماسوني الثالث من خلال العلاج التقليدي الغربي. الهكوباثي ثورة في مجال الصحة الشاملة، متجذر في قوانين الخلق والطبيعة، مستغلا قوة العناصر الأربعة الأساسية للحياة، وهي وقود الجسم الحصري للصحة الأفضل. يغذي الهكوباثي الجسم بوقوده الطبيعي الأربعة، وهي الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة، مما يتيح تجربة العافية التحويلية. لماذا الهكوباثي؟ لا يمكن اختراع الكائنات الحية بشكل مصطنع، إنهم يعتمدون بشكل كامل على الوقود الطبيعية الحصرية لحياة صحية.